متابعين بصباحنا لليوم وصلنا لفقرة كتير حلوة وبتهم كتير كتار منكم بهدف إنساني واجتماعي واقتصادي، أحيت مجموعة إبرة وخيط، فكرة بيعود عمرها لجداتنا ولأيام زمان، وهي إعادة تدوير وإعادة استخدام القطع يمكن القديمة يلي كانت جداتنا تحيكي على إيدها من جديد، نرجع نحييها من أول وجديد، يمكن بألوان بتناسب الموضة الحالية يمكن بخيوط بتناسب الخيوط الموجودة حاليا. رح نحكي أكثر مع ضيفتك زينب. صباح الخير لك ولضيفتك عمر. صباحك. صباحكم. أكيد ليان، مثل ما حكيتي يعني الإبرة والخيط هي من أساسيات كل بيت سوري، كل ربة منزل، خفيفة إذا كانت مشروع عم يبدع بقطع مميزة، عم تحكي مو بس عن شطارة ست البيت السورية، عن شيء إبداعي وقطع مميزة. اليوم مع ضيفتي رزان كيلاني وفنانة تشكيلية وعضو بإبرة وخيط، أكيد رح نحكي أكثر عن هالقطع اللي هلأ شايفينها كتير مميزة وفيها شيء جديد رح تحكي لنا أكثر. بالبداية خلينا نحكي عن مشروع إبرة وخيط، كيف الانتساب لإله؟ هلأ أنا صار لي تقريباً بمجموعة إبرة وخيط 4 سنين. طبعا شدني لهالمجموعه هي حرفه اعاده تدوير الاقمشه، اللي هي بصراحه مثل ما حكيتي انه هي موجوده عند جداتنا، موجوده بفكر المراه السوريه، انه نحن بنحاول نستفيد من الموجودات ونعمل شغلات حلوه نزين فيها بيتنا، ممكن تكون مشروعنا الخاص اللي ممكن نبيع منه نسوق منه. شدني لمجموعه ابره وخيط انه هن مجموعه نساء، يعني بيجمعنا حبنا لهالحرفه. طبعا مديره المجموعه سيده جاكلين فرح، بنوجه لها نحن تحيه. المجموعه بتضم طبعا شريحه واسعه من النساء، يعني في عندنا المهندسه، في عندنا الموظفه، في ربة المنزل، في اختلاف بالاعمار، فهالتنوع هالنسيج الاجتماعي المتنوع عم بيعطي اختلاف كمان بالمنتجات اللي احنا عم نساويها. شدني لابره وخيط، يعني مع انه انا بحياتي ما مسكت ابره وخيط، بس شدني له انه يعني للعمل الجماعي اول شيء، والشغله الثانيه انه هالحرفه كانت موجوده عند جداتنا، فيا ريت نحن هالجيل الجديد انه نحافظ عليها. بلشنا اول شيء كبدايه مثل هالجلاله موجوده عندك على الطاوله، بلشنا مربعات، مثلثات، اشكال بسيطه، عملنا منها شراشف كبيره، ما جبت انا الشرشف الكبير يعني، بس كنا نعمل منه اشكال. هي اعاده تدوير؟ هي كلها اعاده تدوير، ممنوع نستخدم اقمشه جديده، يعني ممنوع نشتري قماش، ممكن نستعمل قماش من زايد من مشاغل، ممكن نستعمل قماش متوافر عندنا بالبيوت، فقط بابره وخيط. اسم مجموعتنا سميناها ابره وخيط لتدل ببساطتها انه ممكن المراه بابره وخيط انه تعمل شغلات كثيره. بعدين انتقلنا صرنا نعمل مخدات مثل ما لنا شايفين. حاولنا السنه الماضيه كثير، حاولنا نشتغل على موضوع الاقمشه التراثيه، فحاولنا انه ندخل قماش الصايه معنا، حاولنا انه نستخدم اقمشه كانت موجوده ولا زالت طبعا لها اهميتها. هي كثير مميزه، يعني فيها فن تشكيلي زائد القماش. انا برسم، فحاولت اني ادمج رسم الفن التشكيلي مع الاقمشه اللي احنا عم نستعملها. حاولت استخدم قماش الصايه اللي هو معروف طبعا، اللي هو معروف من زمان وحابين يتعرف عليه الجيل الجديد. عملنا السنه الماضيه كذا معرض شمل هالموضوع اللي هو استخدام القماش التراثي بشغلنا. السنه عم نحاول دمشق، السنه عم نحاول نركز على اهميه الحرف العربي. بصراحه احنا عم نحضر لمعرض ان شاء الله بتشرين بيضم يعني بشغلنا الخطوط العربيه. هلا هي جلاله من الاغباني، حاولنا نضيف لها يعني حرف عربي فبتعطيها جمال. وهلا هي التطريز باين ليها. ايوه كله يدوي طبعا، يدوي انه ابره وخيط، يعني مبين التطريز وانه هي شغل سيدات سوريات نحن بدون طبعاً آلات اليوم، وحتى بحطوا بصمتكم بنهاية. طبعا نحن شغلنا متقن، ما بنستخدم أبدا ماكينة خياطة، يعني في سيدات عندها ظروف مثلا ما في كهرباء، صحيح، ما عندها ماكينة خياطة، فنحن لنسهل الشغل على الكل، وبعدين كل ما العمل بينت حرفيته والشغل اليدوي كل ما عطى يعني جمالية أكثر. توجهنا بالحرف العربي،
السبب انه الحرف العربي طبعا هو مشهور عالميا، يعني مو بس عند العرب، حتى الاجانب بينشدوا لجمال الحرف العربي، لليونته، لسهولته، لقدسيته حتى كمان. فحاولنا انه ندخل بشغلنا هالحرف العربي. طبعا كتير كان موضوع شوي صعب، يعني الحرف العربي له قواعد، له انواع خطوط، كوفي، ثلث، ديواني، فهو سهل بالرسم او سهل بالتخطيط، بس كثير صعب انك تطبقيه بالخياطه. هلا في مخده عندك هني، هي المخده، مخده فيها دمشق على الجلد. استخدمنا تقنية تفريغ، يعني فرغنا الحرف، حطينا من وراء ماشي، عم نستخدم عدة تقنيات. اي بس هيدا مانو خياط معه، صح؟ هون دمشق. هلا هي مفرغة، هي مفرغة في بقلب وراها قماشة. وراها قماشة، فحاولنا انه بتعطي يعني بتطفي حتى انواع القماشة من هون هيك بليسي عم تكون. ايوه. هلا لاحظي انه هالمخدة اللي معك فيها اكثر من نوع قماش، السبب انه نحن عم نستخدم الاقمشة المتوافرة عنا، يعني بجوز القماشة ما تكفيني، اضطر ضيف شيء ثاني، بس هالشيء عم بيعطي جمالية للعمل. كمان هي صباح الخير. صباح الخير سوريا. صباح الخير، صباحنا سوريا. غير. كمان استخدمنا فيها تقنية التطريز، حاولنا مثل ما حكينا نضيف الخط العربي. تمام. في عنا كمان هاي اللوحة، طبعا هدول عم بورجيكم ياهم القطاع شغل السيدة جاكلين فرح. تمام. نوجه لها تحية. هلا داخلها شيء جديد. هلا هي هون استخدمت عدة خامات من الأقمشة. أول شيء هون هي شغل سنارة. بعدين استخدمت هون، حاولت انه لساتنا عم نستخدم القماش التراثي اللي هو صايا، دخلنا الحرف العربي بتقنية هون جديدة كمان، تقريبا مخيطينه فوق. تمام. المخدة، فكانت قطعة كتير حلوة. عنا هالقطعة كمان ورجيناكم اياها، هي شغل سبيد. خلينا نشوف هيدا القطعة اللي معي، هي كتير حلوة اللي بيدلها. هي القطعة عملتها السنة الماضية ميلوية، حاولت كمان اني استخدم قماش تراثي بشغلنا، استخدمت قماش الصايا والميلوية يعني من التراث السوري. طب هدول هن قصصتيهم لحاله وبعدين راجعة مخيطتيهم؟ نحن بنقصقص وبنوصل المربعات مع بعض، بعدين بنثبتهم بقطبة. لا لاحظي انه حاولت اظهر انه في قطبة ذهبي على الشغل لحتى بين انه في حرفية بالابرة وخيط. عندنا كمان هي شغل السيدة جاكلين فرح، حب، كمان عم نحاول نستخدم الخطوط العربية. طبعا لساتنا عم نشتغل بالخطوط بقطع صغيرة من، يعني هلا عاملين مثل ورشة عم. هلا عشان كثير دارج الكلمات بالخط العربي. هلا راجع كثير الخط العربي بقوة، يعني عم بيدخل باللوحات الفنانين التشكيلين، حتى عم بيدخل بالازياء، يعني صحيح. لانه خط جميل ولين، يعني صح. حتى الانحناءات اللي فيه يعني لها جمالية. وله جمالية خاصة. بدي اسألك أيوه. سؤال هلا لكل حدا عم يشوفنا، نحن يعني كثير عم نستقبل هاند ميد وهدول الاشغال اللي هن كثير حلوين وكثير دارجين ايضا، لكل حدا حابب يتعلم. قلتي ببدايه حديثك انه انا ما لي علاقه بالابره والخيط ابدا ولا بحب ابدا، وصرتي هلا كثير بتحبي الابره والخيط، كيف الواحد فيه يدرب حاله؟ كيف السيده فيها؟ لوين تلجا؟ كيف تدرب حالها؟ هلا نحن عم نجتمع بمجمع دمر الثقافي بمشروع دمر كل نهار سبت من الساعة 10 لل 12، تدريبنا مجاني. نحن هدفنا إعادة إحياء هالحرفة، إعادة التدوير، فأي سيدة بتحب تجي لعنا فقط تجيب معها إبرة وخيط. في سيدات بيوتهم كتير بعاد عنا للأسف، لسه ما في إلنا مركز بالشام، فمنحاول ايام نتواصل معهم على الواتس، يعني عم نصور فيديو انه نحن شو عم نشتغل وهن عم بيحاولوا يشتغلوا مثلنا. انا بنصح كل سيده، يعني ما في شيء اسمه انا بحب الخياطه، هي مو خياطه، يعني انا ما بعرف خياطة. هلا هي قريبه من الكنفه هدول القصص، هي بتضم عده شغلات، يعني بس ما في حدا مننا ما المبدا الاساسي تبع انه نحن بنستخدم قطبه كثير بسيطه، يعني بنبدا مثل ما شفنا بمربعات. طريقه القطبه يعني سهل. كمان هلا القطبه نحن القطبة العادية البسيطة، بعدين دخلنا شغلات، يعني السنة الماضية طلعنا بفكرة انه نعمل ورشات. في سيدات عنا عندهم موهبة مثلا بالتطريز، كان عنا سيدة مشيرة الزير بنوجه لها تحية، هي من السويدة شاطرة كتير بالتطريز، عملت لنا ورشة تطريز، علمتنا، فصرنا نتعلم نعمل قطب
تطريز. يعني في تبادل خبرات بيناتكم بين السيدات اللي شاطره بالتطريز الشاطره طبعا. حتى عم نشوف انه اليوم بسبب الظروف الاقتصاديه كثير صعبه ليا اغلب ربات المنزل عم تلجا لاعاده تدوير انه ما عم تكب شيء كل شيء ممكن انه تستفيد منه، لكن في يمكن من خلال خبرتكم بالهاند ميد تستفيد منه بشكل جمالي اكثر يخدمها طبعاً بالمنزل. اعاده التدوير اليوم ثقافه كثير مهمه موجوده طبعاً. باوروبا من زمان، اليوم رجعنا كانت حتى على زمن جداتنا ما يكبوا شيء، دائما يكون في استعمالات ثانيه، اليوم عم نشوفه موجود. يعني هلا انت عامله تبع هلا هي محارم بعدين بتشوفها موجوده، يعني عم تطلع قطع كثير. هي عندي قطعه غباني كانت نوجد فوط تبع الطاولات، يعني جلالة كبيره وجلالة صغيره ما تستفيدي منها. طبعا انا ما عندي اياها كامله، وصلت هون قماشه وحطيت زينتها فطلعت علبه محارم، يعني بتزين بيتك. يعني انا بنصح حلوة. اي سيده هو مو بس حلوة. مشروع يعني تجاري بيدر لك ارباح، لا كمان مشروع جمالي، يعني انك انت تحطي بصمتك بالبيت. طبعا نحن بنعمل معارض باستمرار. بدي اسالك عن البازارات والمعارض اللي عم تشارك فيها. بنشارك ببازارات، بنشارك بمعارض، فبصير بيع عن طريق هالمعارض. يعني عم نحاول السيده انه مو بس هي عم تملي وقتها بشيء مفيد، كمان انه هي يكون في لها مردود مادي. وهلا نحن بوقت عصر الانترنت، يعني ممكن نسوي كثير على الانترنت. طبعا بنسعى انه ننتشر اكثر، نشمل محافظات اكثر، يعني هالثقافة تنتشر أكثر، يعني عندها الصبايا مثلا الصغار إنه نرجع الصبايا الصغار قلتك عندهم هلا على فكرة حرفة الحياكة هي كثير بتطلع طاقة سلبية، يعني ما بتتخيلي قديش حلوة. أنا من الأشخاص اللي كثير يعني عندي ضغوط بحياتي وشغل وكذا وهيك، بس لما فتت بإبرة وخيط كثير نفسيتي ارتاحت. يعني بتشتغلي بالقطعة بتتمني ما تخلصي منها، يعني الناس بتفكر إنه الخياطة بدها صبر، لا تاخذ معك وقت كثير القطعة مثلا. هلا أنا كوني مالي متفرغة، يعني أنا عندي بشتغل غير شغلات، يعني فأيام تاخذ القطعة معي بجوز تاخذ شهر، يعني أنا عم بشتغل على مهلي مالي عم بشتغل انتج، يعني انه مبسوطه عم ساوي شغله لبيتي كذا. طيب الافكار من وين بتجيبيهم؟ هلا نحن مو كوننا، يعني لازم دائما نحن نواكب الموضه طبعا الجديدة. فكيف بدك بتكوني مع الموضه؟ هلا نحن الحلو بمجموعتنا انه صحيح في عندنا مديره مجموعه، بس في عندنا كثير ديمقراطيه انه بنتبادل افكار بينات بعض، بنشوف شغلات على النت بننزلها على المجموعه، على طول بنحاول انه نواكب التطور، يعني بنحاول كل سنه نظهر بحله جديده، يعني مثل ما بيقولوا. فالسنة نحن بحروفيات، يعني هذا حيكون عنوان معرضنا إن شاء الله، حيكون كله شامل للخط العربي بالإضافة للأقمشة التراثية اللي حكينا عليها. فحنحمل نحن هالرسالة هالسنة إنه حنحاول نرجع ندخل الخط العربي بشغلنا حتى يكون مميز. يعني هي حرفة إعادة تدوير موجودة بكل العالم، إذا بتطلعي كل دولة بتشتغل إعادة تدوير. كيف بدنا نتميز؟ رح نتميز بخطنا العربي، بأقمشتنا السورية التراثية، لحتى تضل في إلنا بصمة حلوة. يعني وإذا حدا عباله ياخد أي قطعة إن كان بسوريا وإن كان خارج سوريا، هلأ كتير عنا مغتربين السنة، عن جد في عجقة بالمغتربين جايين يزوروا سوريا وأهليهم، كيف فيهم هن يحصلوا على القطع؟ هلأ نحن عم بيصير التواصل أكتر شيء عن طريق الصفحة تبعنا، صفحة إبرة وخيط على الفيسبوك. فأي حدا بيرغب إنه ينتقي أي قطعة نحن متوافرة عن طريق المعارض والبازارات، كمان بيصير عنا بيع طلب أكثر. طيب خبرينا اليوم، في كثير من النساء عم تشوفكم عم تسألكم كيف عم تشتغلوا هي لما تزور المعارض أو البازارات، عم تحب تتعلم طريقة تعرف من مكانكم أي وسيلة لحتى كثير. هلأ في عم نستقطب الحمد لله، يعني كم من الناس، هلأ في ناس تجي وبتروح حسب الانشغالات، بس نحن بالمعرض تجي الناس تنبهر بالشغل، وخصوصي انه نحن جماعه، يعني ايام بتشوفي شخص لحاله عم بيشتغل، نحن مجموعه، معرض معبى شغل يدوي، فعم عم بيحبوا هيك شغلات، وعم بيحبوا انه الشغله عم بتكون يعني مجانيه ما لها مكلفه، القماش عم نأمنه بينات بعضنا نحن، فشغله حلوه يعني السيده تتعلمها. كيف عم بتكون يعني؟ والله معقوله، نحن ما عم نرفع كثير اسعارنا، عم نشجع الناس انه تشتري شيء يدوي هاند ميد، يعني وظروف البلد صعبه يعني. شكلتوا منافسه بالنسبه للاشياء الصناعيه؟ يعني عم نلاقي العالم ليا عم تروح على البازارات
اكثر ما عم تروح على الشركات المعروفه يعني صار هذا قطعه مميزه لازم تنوجد بالبيت وعم بيشوفوا حرف يعني انا عندي هي القطعه هلا هي الفكره انه الهاند ميد هو قطعه يدويه هو قطعه صنعت مثل ما بنقول بحب يعني هالمرة اللي ساوتها بجوز اخذه معها وقت كثير حاطه من روحها بهالقطعه فانت هالشيء ما بتلاقيها بالشيء الصناعي يعني هالشيء حيكون موجود اكيد بالهاند ميد فايه في كثير توجه من الناس يعني انه حابين يشتروا هاند ميد ما حابين يشتروا شيء صناعي مكرر وممكن تلاقيه باي بيت يعني هي المخده مثلا ساويتها انا يستحيل اعمل وحده ثانيه بتشبهها يعني هاند ميد ما بتطلع معي نفسها فحتكون قطعه فريده يعني اكله شغل كثير يعني هي مرسوم عليها كمان رسم مع مثل ما شفنا مدخلين قماش صايه فيها يعني بجوز تفاصيل ما لها مبينه كثير على الكاميرا فيها قطب يدويه يعني كثير اكله شغل من السيده بكفي انه معموله بايدين سيدات سوريات أيوة. نحن بدنا نتشكرك كثير ولكل السيدات يلي معكم بابره وخيت بدنا نتشكركم وموفقين يا رب وان شاء الله بنشوفكم دائما هيك منورين بهالشغل الحلو شكرا كثير لك وشكرا هيك لاستضافتكم وانه ضويتوا على مجموعتنا وان شاء الله هيك معرضنا بيعجب الجميع يعني ان شاء الله باذن الله موفقين يا رب شكرا لوجودك وللقطع المميزه اللي عرضتيها عنا باستوديو صباحنا غير شكرا يا رب شكرا لكم